الكورال الآن، الآن هو مزيج ما بين الفلسطينيين والمصريين. بصراحة احنا قعدنا فترة كبيرة لما الكورال الجيل قبل احنا بنمسكه. انت متربية هنا شكلك؟ انا متربية هنا، انا عشت بغزة 17 سنة. ولما حصل الثورة اخذنا الجنسية وجيت قعدت بمصر. فطبعا كان انا كنت هناك بين اهلي والجو الفلسطيني والعادات والتقاليد. وفجأة جيت مصر الاشياء كلها مختلفة. لما انضميت لاتحاد المرأة الفلسطينية حسيت ان انا رجعت لكينونة البيت الصغير الفلسطيني. فطبعا كان موجود الكورال فدوني الشرف ان انا ابقى مسؤولة عنه، واحنا بقى لي 3 سنين انا مع الشباب. وطبعا دي اكتر حاجة حسيت بيها ان انا ممكن اوصل صوتي او اوصل الحاجة اللي انا ما كنتش قادرة احكي عنها في بلدنا عن طريق الاغاني. يعني انا الولاد بيتأثروا بالاغاني وهم بيتدربوا، يعني معظمهم مصريين بس يعني احساسهم العالي بالاغاني بيخليهم يبكوا. يعني في ناس ما كانواش عايزين يطلعوا النهارده، خافوا يبكوا على الستيج، مش قادرين. فانضموا للكورال وجمعنا المجموعه اللي هي كانت موجوده وفي ناس انضموا لينا. خلاني احس ان احنا بنعمل حاجه عظيمه لبلدنا. بالتاكيد. وقضيه فلسطين طول عمرها قضيه مصر والعالم العربي، بس بالاساس حضرتك اكتر واحده تقدر تحس انت نصك مصري نصك فلسطيني. يعني الكلام ده بداخلك بالتأكيد. أكيد صعب. وبعدين أهلنا هناك، أمي وإخواتي، فطبعا إن أنا أقاوم هنا. أنا أول أحداث هنكمل أهلك في غزة شخصيا. أنا وفاي إحنا توأم على فكرة. أنا عارفة أنكم أخو أخت بس أنتوا توأم. أنا توأم وأبونا استشهد في الحرب وتولدنا بعدي بأسبوعين، فتحسي إن إحنا مولودين مقاومين، فالفن مقاومة. فدي الوسيله الوحيده نقدر نعبر فيها عن فقدان الاب والاب والاخ والاخت اللي بيموتوا بيستشهدوا في فلسطين بالفن بتاعنا. اهاليكوا في اي منطقه من القطاع؟ امي في جباليا في الشمال وعمرها 76 سنه وترفض الخروج من مخيم جباليا. بطيخ من مخيم جباليا والضرب. هي تسكن بجوار مدرسه الفخوره. يا ماما اطلعي، قالت يما في الجنوب موت وفي الشمال موت، خلينا نموت كما معنا. اليوم على فكرة استشهدوا 28 واحد من ولاد عمي. لا بصي، هذه المعركة، هذه الحرب غير كل حرب، هذه مأساة يعيشها الشعب الفلسطيني. عفوا، هي ليست حرب، هذه عدوان غاشم، مذبحة صحيح. ممنهجة جماعية. التاريخ لن يستطيع أن يدلس فيها شيئا. صحيح. ما يعني التدليس لن يكون ممكن لأنه هي حصلة قدامنا على الهواء. كل القضايا الصعبة والمحزنة منها زي اللي بيحصل دلوقتي تحتاج منا إلى قوة، تحتاج منا إلى تفكير، تدبير على الأقل بالأدوات المتاحة، والفن واحد من الأدوات المتاحة. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.